السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي الطلاب والطالبات معنا على قناة عين في منهج أحياء 3. سوف نتحدث في درسنا لهذا اليوم عن التنفس الخلوي والتكاثر الخلوي. أهداف درسنا لهذا اليوم طبعا متنوعة، تتعلق بمراحل التنفس الخلوي وكيف يقوم الطالب بعملية تلخيص مراحل التنفس الخلوي، أيضا معرفة الطالب للمراحل الأساسية لدورة الخلية، بالإضافة إلى ذلك مراحل الطور البيني والتعرف على هذه المراحل، وأيضا التعرف على خصائص مراحل الانقسام المتساوية. نأتي أولا في عملية التنفس الخلوي. ما هي أهمية التنفس الخلوي؟ لابد أن نطرح هذا السؤال في البدء، لأنه مهم جدا أن نعلم أو نتعرف على أهمية التنفس الخلوي. تكمن أهمية التنفس الخلوي في أن المخلوقات الحية تحصل على الطاقة من خلال الغذاء عبر عملية التنفس الخلوي. إذن أهمية التنفس الخلوي تكمن في عملية حصول المخلوقات الحية على الطاقة من غذائها من خلال عملية أو عبر عملية التنفس الخلوي. علمنا سابقا أن جميع الكائنات الحية هي تحتاج إلى الطاقة للقيام بالوظائف الحيوية. فعلى سبيل المثال، لو ناخذ بشكل سريع مثال، مثلا عملية التنفس للكائن الحي هي تحتاج إلى طاقة، عملية الإخراج تحتاج إلى طاقة، عملية التكاثر تحتاج إلى طاقة، عملية الاستجابة للمثيرات تحتاج إلى طاقة. إذن جميع هذه العمليات الحيوية هي تحتاج إلى ماذا؟ إلى طاقة. فبالتالي الآن الكائن الحي يسعى للحصول على الطاقة من خلال عملية ماذا؟ الغذاء، ولكن عبر آلية تسمى عملية التنفس الخلوي. لو لاحظنا الآن في معادلة التنفس الخلوي، نجد أنه في المواد المتفاعلة هنالك سكر الجلوكوز اللي هو عبارة عن C6H12O6، هذا عبارة عن سكر ماذا؟ الجلوكوز، زائدا غاز الأكسجين اللي هو 6O2. الآن النواتج، ما هي نواتج هذا التفاعل؟ ما هو ناتج تفاعل سكر الجلوكوز وغاز الأكسجين؟ طبعا نجد أن ناتج التفاعل هو عبارة عن أولا 6CO2 اللي هو غاز ثاني أكسيد الكربون، زائدا 6H2O اللي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الماء، معروف طبعا، بالإضافة إلى ذلك ينتج أيضا الطاقة أو الإنرجي. إذن في معادلة التنفس الخلوي، في هذه المعادلة معادلة التنفس الخلوي، نجد أن المواد المتفاعلة هي عبارة عن ماذا؟ سكر الجلوكوز والأكسجين، كما هو واضح الآن معنا في هذه المعادلة. فالناتج لهذا التفاعل هو عبارة عن ثاني أكسيد الكربون وماء وأيضا ماذا؟ الطاقة. مراحل التنفس الخلوي، مراحل التنفس ماذا؟ الخلوي. نجد أن مراحل التنفس الخلوي تقسم إلى قسمين، مراحل التنفس الخلوي تقسم إلى قسمين. القسم الأول من مراحل أو عملية التنفس الخلوي، القسم الأول وهو ما يسمى بالجلايكوليسيس اللي هو عبارة عن التحلل السكري. إذا النوع الأول من مراحل التنفس الخلوي هو عبارة عن التحلل السكري. أما النوع الثاني من مراحل التنفس الخلوي هو ما يسمى بالتنفس الهوائي. لو أتينا الآن إلى النوع الأول وهو التحلل السكري، ما هو المقصود بعملية التحلل السكري؟ ما هو أو ما هي عملية التحلل السكري؟ لو لاحظنا الآن أنه عملية التحلل السكري هي عبارة عن مرحلة لا هوائية، وطبعا لابد أن نركز على هذه الكلمة
التحلل السكري هي عبارة عن مرحلة ماذا؟ لا هوائية، بين قوسين لا تتطلب وجود أكسجين، لا تتطلب وجود ماذا؟ أكسجين. أين تحدث؟ أين تحدث هذه العملية؟ عملية التحلل السكري تحدث في السيتوبلازم، تحدث أين؟ في السيتوبلازم. لكن دعونا هنا نتوقف في ملاحظة جدا مهمة. عندما نذكر أنها مرحلة لا هوائية لا نقصد بها الهواء، نقصد فقط غاز الأكسجين، أي لا تتطلب وجود ماذا؟ الأكسجين. لأنه عندما نذكر الهواء، الهواء هو عبارة عن خليط أو مجموعة غازات. الهواء يحتوي على مجموعة ماذا؟ غازات، ثاني أكسيد الكربون، أول أكسيد الكربون، غاز الأكسجين، غاز الأوزون إلى آخره. فالهواء يحتوي على عدة غازات، لكن الذي يهمنا في عملية التحلل السكري هو عدم وجود الأكسجين فقط، عدم وجود ماذا؟ الأكسجين فقط. أما المرحلة أو النوع الآخر من مراحل التنفس الخلوي وهو يسمى بالتنفس ماذا؟ الهوائي. طبعا كما هو واضح تنفس هوائي إذن هي عبارة عن عملية هوائية تشمل حلقة كريبس وسلسلة نقل الإلكترون، إذن تشمل حلقة كريبس وأيضا سلسلة نقل الإلكترون. أيضا مكان حدوث عملية التنفس الهوائي تحدث في الميتوكوندريا، تحدث أين؟ في عضية الميتوكوندريا. إذن لو جينا بشكل سريع وطرحنا السؤال، ما هي الاختلافات بين التحلل السكري والتنفس الهوائي، أو قارن بين التحلل السكري والتنفس الهوائي؟ نجد أن الاختلاف بين التحلل السكري والتنفس الهوائي أولا بحاجة أو عدم الحاجة إلى الأكسجين، هذا أولا. بالإضافة إلى ذلك أنه مكان حدوث العملية يختلف، فتحلل السكري يحدث أو تحدث هذه العملية في السيتوبلازم، أما التنفس الهوائي تحدث هذه العملية في عضية الميتوكوندريا المسؤولة عن الطاقة في الخلية. إذن مراحل التنفس الخلوي، التحلل السكري والتنفس الهوائي. نأتي الآن إلى التحلل السكري أو الجلايكوليسيس، التحلل السكري أو الجلايكوليسيس. نلاحظ أن عملية التحلل السكري تحدث بمعزل عن الأكسجين، أي بغياب الأكسجين، بعدم وجود الأكسجين. طيب ماذا يحدث عندما تتم هذه العملية؟ يتم تحليل الجلوكوز في السيتوبلازم، يتم تحليل الجلوكوز أين؟ في السيتوبلازم. أخذنا سابقا الجلوكوز، ما هو الجلوكوز؟ ذكرنا سابقا أن الجلوكوز هو عبارة عن سكر أحادي بسيط، هو عبارة عن ماذا؟ سكر أحادي بسيط. إذن أول خطوة من خطوات التحلل السكري تحدث في غياب الأكسجين، وهذه نقطة جدا مهمة ولا بد أن نركز عليها. التحلل السكري تحدث بمعزل عن الأكسجين، ويتم بها عملية تحليل الجلوكوز، هذا السكر يتم تحليله إلى جزيئات بسيطة جدا. أين تحدث هذه العملية كما ذكرنا قبل قليل؟ تحدث في السيتوبلازم. طيب الآن ماذا سوف يكون بعد عملية تحليل سكر الجلوكوز؟ في المرحلة التالية يتم إنتاج جزيئين من حمض البيروفيت، يتم إنتاج جزيئين من حمض ماذا؟ البيروفيت. المحصلة النهائية لعملية التحلل السكري، أي المجمل النهائي أو الخلاصة في عمل التحلل السكري، أنه الطاقة الناتجة في هذه المرحلة اللي هي عملية التحلل السكري سوف يكون عندي 2 ناد H، بالإضافة إلى ذلك 2 ATP. إذن هذه هي المحصلة النهائية من طاقة في مرحلة التحلل السكري. لو أتينا الآن في هذا الشكل، طبعا في عملية التحلل السكري هذا الشكل عبارة عن ماذا؟ خطوات التحلل السكري. نجد في الأعلى سكر الجلوكوز، كما نلاحظ لو لاحظنا الآن سكر ماذا؟ الجلوكوز.
سكر الجلوكوز يتكون من 6 ذرات من الكربون، كما نلاحظ سكر الجلوكوز كما نلاحظ 6 ذرات من الكربون. بواسطة طبعا الطاقة الـ ATP كما نلاحظ الآن، طبعا الـ ATP هي نواتج التفاعلات أو عبارة عن مسؤولة في التفاعلات الضوئية، تفاعلات ماذا؟ الضوئية. الـ ATP يتحول إلى الـ ADP. ADP. لماذا تحول الـ ATP إلى ADP؟ الـ ATP هو عبارة عن أدنوزين تراي فوسفيت، اختصار الـ ATP أدنوزين تراي فوسفيت، أي أدنوزين ثلاثي الفوسفات، فقد فوسفات فأصبح أدنوزين داي فوسفات. أدنوزين داي ماذا؟ فوسفات، فأصبح ADP. ADP. فنلاحظ الآن تكون عندي ماذا؟ تكون عندي أيضا السكر الجلوكوز تم عملية فصله من المنتصف. لو لاحظنا في الأعلى عندي 6 ذرات من الكربون، من المنتصف عملية كسر لهذه الرابطة، فتكون عندي 3 ذرات من الكربون وأيضا 3 ذرات ماذا؟ من الكربون. فال3 ذرات من الكربون هي عبارة عن G3P. G3P لو لاحظنا السهم في الأخير تحت في الأسفل آخر حاجة، نجد أن G3P هي عبارة عن ماذا؟ البيروفيت. فتكون في الأخير ماذا؟ جزيئين من البيروفيت. لو لاحظنا الآن ال2ADP تحولت أيضا إلى 2ATP، أي اكتسبت ماذا؟ فوسفات، فأصبحت من ADP إلى ATP. والناد بلس كما نلاحظ على الجانبين أيضا اكتسبت H فأصبحت ناد H على الجانبين. التنفس الهوائي، التنفس ماذا؟ الهوائي. طبعا نجد أن التنفس الهوائي يشمل حلقة كريبس، وهي عبارة عن سلسلة التفاعلات التي يتحول فيها البيروفيت إلى ثاني أكسيد الكربون. إذن التنفس الهوائي يشمل حلقة كريبس، مهمة جدا طبعا. ما هي حلقة كريبس؟ هي عبارة عن مجموعة سلسلة من التفاعلات يتحول فيها البيروفيت إلى ثاني أكسيد الكربون اللي ذكرنا رمزه قبل قليل، اللي هو عبارة عن CO2. ثم بعد ذلك يتفاعل البيروفيت اللي ذكرناه قبل قليل اللي هو G3P مع مرافق إنزيم A أو إنزيم ألف، فيسمى CoA لتكوين أسيتيل مرافق إنزيم ألف. CoA هي اختصار كو إنزيم، أي مرافق إنزيم ألف. ماذا ينتج من عملية التنفس الهوائي؟ نجد أن الناتج في هذه المرحلة التنفس الهوائي ينتج عندي كما نلاحظ 2CO2 اللي هو 2 ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى ذلك 2NADH وأيضا أسيتيل مرافق الإنزيم A أو كوإنزيم. سلسلة نقل الإلكترون، نلاحظ أن في سلسلة نقل الإلكترون تعد الخطوة النهائية من عملية تحلل سكر ماذا؟ الجلوكوز. إذن سلسلة أو عملية انتقال الإلكترون هو الخطوة النهائية من عملية تحلل ماذا؟ سكر الجلوكوز، كما ذكرنا قبل قليل اللي هو التحلل السكري. طيب، يتم في عملية سلسلة نقل الإلكترون إنتاج معظم جزيئات ATP اللي هي وحدة الطاقة الخلوية. إذن في سلسلة نقل الإلكترون يتم فيها إنتاج معظم جزيئات الـ ATP. نلاحظ أيضا تستخدم الإلكترونات عالية الطاقة وأيونات الهيدروجين من الجزيئات التي أنتجت في حلقة كريبس لها أهمية طبعا. ما هي أهميتها؟ لتحويل ADP إلى ATP. طبعا نركز على هذا الكلام لأنه مهم جدا، التفرقة والتفريق بين الـ ADP والـ ATP. ما هو الفرق كما ذكرنا قبل قليل؟ لأنه مهم جدا أن الطالب أو الطالبة
يعرف ايش الفرق بين الـ ADP والـ ATP. طبعا الفرق انه الـ ADP هو عبارة عن مركب أدنوسين ثنائي داي، دي معناته داي فوسفيت. أما الـ ATP هو عبارة عن أدنوسين تراي اللي هو التي، بي اللي هو الفوسفيت، أي ثلاثة فوسفات، أدنوسين ثلاثي الفوسفات. التنفس اللاهوائي بين قوسين عملية ماذا؟ التخمر. عملية ماذا؟ التخمر هو عبارة عن المسار اللاهوائي في غياب الأكسجين الذي يعتمد على التحلل السكري في الحصول على الطاقة. إذن ما هي عملية التخمر؟ هو مسار لاهوائي، أي يحدث في غياب الأكسجين أو في عدم وجود الأكسجين، الذي يعتمد على التحلل السكري في الحصول على الطاقة. دعونا نتوقف في هذه النقطة قليلا ونتحدث عن جزئية مهمة جدا. أيضا نلاحظ أحيانا في مثلا الرياضيين لما يمارسون الرياضة بشكل كبير جدا كلاعبين كرة القدم أو السباقات اللي يكون فيها عملية جري لمسافات طويلة جدا، نجد أن اللاعب في فترة من هذه الفترات أثناء ممارسة الرياضة يصاب بعملية ما تسمى بالشد العضلي. بالشد ماذا؟ العضلي. بالشد العضلي. ما هو سبب الشد العضلي الآن الذي يحدث الآن لدى الرياضي؟ لماذا يصاب الرياضيين أو اللاعبين في عملية الشد العضلي في بعض الحالات؟ لماذا؟ السبب هو أنه لما يمارس هذا الرياضي جهد كبير جدا، هو سوف يستنزف مخزون الأكسجين. يستنزف مخزون ماذا؟ الأكسجين. فبالتالي عندما يستنزف مخزون الأكسجين ويقل مستوى الأكسجين في الخلايا، يحدث ما يسمى بعملية الشد ماذا؟ العضلي. هنا لو لاحظنا الآن أنواع التخمر مهم جدا. تخمر اللاكتيك أو الحمض اللبني في بعض المصطلحات أو بعض المراجع، تخمر اللاكتيك أو الحمض اللبني. النوع الآخر التخمر ماذا؟ الكحولي. إذن يقسم التخمر إلى نوعين، تخمر اللاكتيك بين قوسين الحمض اللبني، وأيضا النوع الآخر هو التخمر الكحولي. لو لاحظنا الآن في هذه الصورة، طبعا هذه الصورة لو لاحظنا عندي تخمر كحولي وعلى اليمين تخمر ماذا؟ اللاكتيك اللي هو اللبني. التخمر الكحولي لو لاحظنا الآن عندي سكر الجلوكوز. سكر ماذا؟ الجلوكوز. سكر الجلوكوز عبارة عن 6 ذرات من الكربون، في الناتج النهائي في عملية التحلل السكري ماذا؟ اللي هو يتكون عندي G3B اللي هو جزيئين من البيروفيت. هذا الآن البيروفيت سوف يحدث له عدة تفاعلات، يمر في سلسلة من التفاعلات. ماذا يحدث الآن؟ ماذا يحدث؟ طبعا سوف يخرج خارج هذا التفاعل ثاني أكسيد الكربون 2CO2، كما نلاحظ آخر حاجة 2CO2 سوف يخرج ماذا؟ خارج الكربون، ويدخل كما نلاحظ جزيئين من الكربون اللي هو 2-acetyl-aldehyde إلى داخل تفاعل، ثم يمر هذا 2-acetyl-aldehyde في عدة تفاعلات حتى يصل إلى الناتج النهائي اللي هو عبارة عن 2-ethanol. 2 ماذا؟ ethanol. لكن لو لاحظنا الآن نجد الناد بلس والناد H، وأيضا على اليسار 2-ADP و-ATP. هذه العملية لو لاحظنا الناد بلس والناد H هي عملية تبادلية. عملية ماذا؟ تبادلية. أما 2-ADP و-ATP نجد أن الـ ADP تحول إلى الـ ATP بسبب اكتسابه ماذا؟ مجموعة فوسفات. التنفس الخلوي أيضا والتكاثر الخلوي في نفس موضوعنا. نتحدث الآن عن البناء الضوئي والتنفس ماذا؟ الخلوي. البناء الضوئي والتنفس ماذا؟ الخلوي. طبعا هنالك مفارقة بين البناء الضوئي والتنفس الخلوي، ومهمة جدا أن نلاحظ هذا الاختلاف بين البناء الضوئي والتنفس الخلوي.
لو لاحظنا أن البناء الضوئي والتنفس الخلوي هما عبارة عن عمليتان مهمتان تستخدمهما الخلايا للحصول على الطاقة. هنا طبعا هو تشابه، ما في أي اختلاف، كلاهما كلا هاتين العمليتين تستخدم في الحصول على ماذا؟ الطاقة. ولكن في الجزئية الأخرى أن المواد الناتجة من عملية البناء الضوئي أكسجين والجلوكوز هي مواد متفاعلة في عملية التنفس ماذا؟ الخلوي، والعكس صحيح. إذا ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنه معادلة البناء الضوئي ومعادلة التنفس الخلوي عكس بعضهما البعض. كيف ذلك؟ أن المواد المتفاعلة في البناء الضوئي هي عبارة عن مواد ناتجة في التنفس الخلوي، وأيضا المواد الناتجة في البناء الضوئي هي عبارة عن مواد متفاعلة في التنفس ماذا؟ الخلوي. إذن العمليتين متعاكستين، عمليتين ماذا؟ متعاكستين. إذن لو سألنا سؤال كيف تكون أو كيف يكون البناء الضوئي عكس التنفس الخلوي، نذكر أن المواد الناتجة في البناء الضوئي هي مواد متفاعلة في التنفس الخلوي، والعكس ماذا؟ صحيح. النمو الخلوي، النمو ماذا؟ الخلوي. نجد أن الخلية طبعا تنمو، ولكن هذا النمو له معيار، له مقياس معين. عندما تصل الخلية إلى أقصى حجم لها فهي الآن أمام مفترق طرق، إما أن تنقسم هذه الخلية أو تتوقف عن النمو. إذن عندما تصل الخلية إلى أقصى حجم لها إما أن تنقسم أو تتوقف ماذا؟ عن النمو. يؤثر حجم الخلية على إيصال التعليمات للقيام بالوظائف الخلوية. كيف ذلك يحدث؟ إذا كانت الخلية كبيرة من الصعب القيام بالاتصال الخلوي بعكس الخلية ماذا؟ الصغيرة. نعطيكم مثال، الآن أنا في قاعة كبيرة جدا، فلنفرض أنه حجم هذه القاعة دعونا يعني نضرب مثال أن حجم هذه القاعة فلنفرض 30 متر في 40 متر. الآن لما أتي وتحدث أمام مثلا طلاب قد لا يصل الصوت بشكل واضح، والسبب لأن القاعة كبيرة جدا فمن الصعب أن يصل الصوت بشكل واضح. ولكن عندما يكون حجم القاعة صغير مثلا 5 في 6، يعني يكون حجم القاعة أو الفصل صغير جدا، عندما أتحدث من السهل جدا أن الطالب يستمع إلي. فهذا الكلام أيضا ينطبق على الخلية، عندما تكون حجم الخلية كبير جدا من الصعب يعني على الخلية أن تتلقى التعليمات للقيام بالوظائف الحيوية، لكن عندما يكون حجم الخلية صغير جدا من السهل جدا القيام بعملية إيصال هذه التعليمات والقيام بالوظائف الحيوية. طبعا الخلايا في جسم الإنسان هي متعددة ومتنوعة كما نلاحظ في هذه الصورة. عندي خلايا الدم الحمراء، عندي خلايا عضلية، خلايا عصبية، وكما نلاحظ في هذه الأشكال أنه الخلايا تختلف طبعا من نوع إلى دورة الخلية. طبعا دورة الخلية تمر بعدة أطوار، أولا التطور البيني أو عدة مراحل، أولا التطور البيني، ثانيا الانقسام المتساوي، ثالثا انقسام السيتوبلازم. إذن دورة الخلية تمر بعدة مراحل أو 3 مراحل، أولا التطور البيني، ثم الانقسام المتساوي، وأخيرا انقسام السيتوبلازم. مراحل التطور البيني لها طبعا مراحل فرعية، الطور البيني له عدة مراحل فرعية، كما نلاحظ أن الطور البيني له عدة مراحل فرعية أو 3 مراحل فرعية. النوع الأول أو المرحلة الأولى ما يسمى بالجي 1. ما هو الجي 1؟ هو مرحلة النمو الأول، جاب 1. جاب ماذا؟ 1. ماذا يحدث في هذا الطور؟ تنمو الخلية وتستعد للانقسام من خلال زيادة بناء البروتين، وتزداد كمية السيتوبلازم وأيضا عدد العضيات. أما في المرحلة التالية من مراحل الطور البيني وهي ما يسمى بالإس أو مرحلة بناء DNA وتضاعفه، المرحلة الثالثة والأخيرة في مراحل الطور البيني وهي مرحلة النمو الثاني أو الجاب 2 أو الجي 2. ماذا يحدث في مرحلة النمو الثاني؟ يستمر بناء البروتينات الضرورية لعملية ماذا؟ الانقسام. الآن نأتي إلى
مراحل الانقسام المتساوي أيضا يقسم إلى مراحل فرعية الانقسام المتساوي، نجد أنه يتكون من الطور التمهيدي، الطور الاستوائي، الطور الانفصالي، وأخيرا الطور ماذا؟ النهائي. في الطور التمهيدي يتلاشى الغلاف النووي وأيضا تختفي النوية، ثم تتكاثف الكروموسومات أي تتجمع هذه الكروموسومات. أما في الطور الاستوائي ترتبط الكروموسومات مع الخيوط المغزلية على خط استواء الخلية، ترتبط على خط استواء ماذا؟ الخلية. لهذا السبب سمي بالطور ماذا؟ الاستوائي. أما في الطور الانفصالي تنكمش الأنابيب الدقيقة التي تسحب الكروماتيدات إلى أقطاب الخلية أي إلى أطراف الخلية. أما الطور النهائي تصل الكروموسومات إلى أقطاب الخلية وتقل كثافتها ويتكون الغلاف النووي وتبدأ النوية بعملية الظهور وتكون بارزة أو واضحة المعالم. الانقسام أو انقسام السيتوبلازم تبدأ هذه المرحلة عند انتهاء الانقسام المتساوي وتؤدي إلى انقسام السيتوبلازم، وينتج عن ذلك خليتان تحتويان على نواتين متطابقتين. ولكن عملية انقسام السيتوبلازم تختلف فيما بينها بحسب نوع الخلية، ففي الخلية الحيوانية يحدث تخصر للسيتوبلازم كما نلاحظ في الصورة الموجودة على اليسار، وتزداد عملية التخصر حتى تنقسم هذه الخلية إلى خليتين. أما الخلية النباتية نلاحظ أن هنالك داخل الخلية الواحدة تتكون صفيحة تسمى صفيحة خلوية فتقسم هذه الخلية إلى خلية. أيضا عندي هنا في المناقشة والتقويم عندي عدة أسئلة جدا بسيطة وسهلة. السؤال الأول لخص مراحل التنفس الخلوي، السؤال الثاني ما هي معادلة التنفس الخلوي، السؤال الثالث اذكر المراحل الأساسية لدورة الخلية، والسؤال الرابع قارن بين تخمر اللاكتيك والتخمر الحولي. وأخيرا مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح، وشكرا جزيلا لكم.